الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المفتوحة والمستمرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان للتصدي البطولي للمقاومة الإسلامية عند الحدود الجنوبية للبنان المتاخمة لشمال فلسطين المحتلة، للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكل التطورات المرتبطة بالميدان والسياسة في ظل تهديد ووعيد إسرائيلي بالرد على الهجوم الصاروخي الذي قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران قبل أيام قليلة. في إطار هذه التغطية مشاهدين، إذن تواصل المقاومة الإسلامية صد كل محاولات الاحتلال للتوغل في أراضي جنوب لبنان، وبالتزامن يستمر قصف المقاومة لمواقع الاحتلال ومستوطناته. ولعل أبرز الاستهدافات اليوم كان قصف شركة ألتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية. في غزة تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال على مختلف المحاور، حيث استهدفت نيتساريم وكيسوفيم. أما العراق فيواصل تصعيد هجماته ضد المواقع الحيوية التابعة للاحتلال في فلسطين المحتلة، مستخدمة فيه فصائل المقاومة الإسلامية الطائرات المسيرة وصواريخ الأرقب. في هذا الجزء من هذه التغطية المفتوحة والمستمرة من الميادين مشاهدينا، سنبدأ مع مراسلينا، تحديدا الزميلة فاطمة فتوني من جنوب لبنان والزميل علي الأحمر من على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية. البداية معك فاطمة لنواكب ونتابع آخر تطورات الميدان المشتعل والملتهب منذ عدة أيام حتى اليوم. برا وصاروخيا تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها، ماذا في آخر تطورات المشهد على المستوى الميداني، وماذا أيضا عن عمليات المقاومة الإسلامية والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان تحديدا؟ نعم عبد الرحمن، تعددت أشكال المواجهات التي تخوضها المقاومة في عدة محاور هنا في جنوب لبنان، تحديدا في المنطقة الحدودية، في المحاور التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التوغل باتجاه الأراضي أو التسلل باتجاه الأراضي اللبنانية. المقاومة لا تزال تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور، في مارون الراس وعديسي، اليوم كما أعلنت في بياناتها اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها من مسافة صفر كما أعلنت المقاومة في بياناتها الأخيرة، إضافة إلى التتبع والرصد الدقيق لتحركات جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة. كذلك اختارت المقاومة اليوم أهداف عسكرية من الجولان السوري المحتل وصولا إلى العمق الأراضي المحتلة، بدءا من عمليات التصدي لمحاولات التوغل الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. المقاومة اليوم أعلنت عن تصديها لقوات الاحتلال مرتين متتالية في بلدة عديسي فجر اليوم، عندما قامت بالاشتباك مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. في المرة الأولى قامت القوى المتسللة قامت بتفجير هذه القوة، وفي المرة الثانية اشتبكت معها لساعات طويلة. أما في مارون الراس عندما استهدفت دبابة حاولت الدخول إلى هذه البلدة، كذلك في يارون تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف هذه البلدة، تحديدا نقطة خلت عبير كما جاء في بيان المقاومة. إذن المقاومة تواصل تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التسلل عبر طرق غير مرئية للجانب اللبناني، ولكن المقاومة تستطيع رصد تحركات جنود الاحتلال ودبابات الاحتلال الإسرائيلي التي تتقدم باتجاه الأراضي اللبنانية. لابد أن أشير أيضا إلى أن المقاومة اليوم لعل أبرز ما استهدفته في عمق الأراضي المحتلة كانت الشركة التي ذكرتها عبد الرحمن، شركة ألتا للصناعات العسكرية، وهي أكبر شركة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مجال صناعات الطائرات والفضاء. كذلك وجهت المقاومة نيرانها باتجاه الجولان السوري المحتل، تحديدا ثكنة معالي جولاني، بالإضافة إلى أهداف حيوية في مناطق ومدن رئيسية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. مدينة صفد وليست المرة الأولى التي تستهدفها المقاومة، إنما كانت تحت مرمى نيران المقاومة في الأيام الماضية السابقة، بالإضافة إلى مستوطنة كرمائيل التي استهدفتها المقاومة بأكثر من 30 صاروخا. كذلك قاعدة رامات دافيد الجوية في استهدفتها بصواريخ فادي واحد. اليوم المقاومة استخدمت عدة أسلحة أو صواريخ فادي واحد، بالإضافة إلى صواريخ فلق التي استهدفت فيها مستوطنة السعسع، بالإضافة إلى أيضا المقاومة كانت ترصد وتطارد تحركات جنود الاحتلال كما ذكرت داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى مرابد المدفعية كما حصل في مستوطنة دان التي تقع مقابل بلدة العباسية الحدودية المحادية
لمزارع شبعة، استهدفت تحديدا مرابط المدفعية في هذه المستوطنة، وأيضا استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تجمع لجنود الاحتلال في كل من كفرج العادي التي تقع بين مستوطنتي مسكف عام والمطلي، كذلك تجمع آخر في كفر يوفال التي تقع مقابل أبل القمح والوزاني. كل هذه المناطق كانت تحت مرمى نيران المقاومة. صافرات الإنذار عبد الرحمن لم تهدأ منذ ساعات الصباح الأولى، صليات صاروخية متتالية باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي، أيضا كان هناك نيران مباشرة باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي التي تقع في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، وكانت أعمدة الدخان تتصاعد من هذه المواقع التي تقع في هذه المناطق العالية والمشرفة على عدة بلدات جنوبية، بالإضافة إلى يعني لابد أن نتحدث أيضا عن عمليات الرصد الدقيقة للمقاومة والتي تقوم بها على مدار الساعة خلال ساعات الليل وأيضا خلال ساعات النهار، وتصدر البيانات بشكل متتالي خلال ساعات الليل والنهار. على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، شنت قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين باتجاه يارون وبلدة شقرة، وكانت قد استهدفت بلدات جنوبية هنا في القطاع الشرقي، كانت قد استهدفت الطيبة عديسي وأيضا كفر كلا أكثر من مرة، وما يدلل أن جنود الاحتلال عبد الرحمن لم يثبتوا أي نقطة داخل الأراضي اللبنانية هي الغارات المستمرة باتجاه هذه البلدات، تحديدا عديسي وكفر كلا التي تعرضت لأكثر من غارة منذ يوم أمس، بالإضافة إلى القصف المدفعي باتجاه هذه البلدات الجنوبية، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الطواقم الطبية كما حصل اليوم ومنذ أيام الماضية، وهي مستمرة بحق الطواقم الطبية تحديدا الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية، واليوم أيضا أغار على مركز تابع لجمعية الرسالة في بلدة مركبة. إذن التطورات الميدانية التي تحصل على هذه الجبهة من اعتداءات إسرائيلية وهي متواصلة، بالإضافة إلى عمليات المقاومة باتجاه الأراضي المحتلة كذلك تصدر البيانات المقاومة شيئا فشيئا، نحن نرصد هذه البيانات وأيضا نرصد الاعتداءات الإسرائيلية. الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل متواصل فوق جنوب لبنان، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطائرات المسيرة أيضا. نعم، إذن هكذا هو المشهد مشاهدينا من جنوب لبنان كما نقلته لنا الزميلة فاطمة فتوني مباشرة من هناك، حيث تواصل المقاومة الضربات القوية صاروخيا باتجاه مواقع ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وتواصل التصدي البطولي والكبير جدا على أراضي جنوب لبنان، حيث تمنع الاحتلال الإسرائيلي من تثبيت أي نقطة أو أي موطئ قدم في أراضي لبنان لتشكل بذلك أو تقدم بذلك نموذجا جديدا على مستوى عمل المقاومة في الميدان بمواجهة الجيوش النظامية، ونحن نتحدث عن واحد من أقوى الجيوش في المنطقة وربما في العالم كما تشير بعض الأرقام والإحصائيات، إلا أن المقاومة تواصل هذا التصدي البطولي. الزميل علي الأحمر مشاهدينا كما تتابعون هو معنا أيضا من محيط ضاحية بيروت الجنوبية لينقل لنا آخر تطورات المشهد من الضاحية. إذا علي، كان هناك اليوم أيضا عدد من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية تحديدا في منطقة برج البراجنة، ماذا نتج عن هذه الغارات وكيف يبدو مشهد الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء؟ نعم عبد الرحمن، تتواصل الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وعلى المناطق المحيطة والقريبة بها. آخر هذه الاعتداءات والغارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت مبنى سكني في منطقة الجية إلى الجنوب من مدينة بيروت، والتي تبعد هذه المنطقة نحو 30 كيلومترا من بيروت. صدى الغارة أو الاعتداء الذي استهدف منطقة الجية وصل حتى هنا على مشارف مدينة بيروت وأيضا المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية. هذا الاعتداء استهدف مبنى سكني بحسب المعلومات الأولية. بداية نتحدث عن وقوع عدد من الإصابات من جراء هذه الغارة وهذا العدوان الذي استهدف منطقة الجية، هذه المنطقة التي جرى استهدافها سابقا أيضا خلال بداية أو مع بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان. هذه بالنسبة إلى آخر الغارات، تشهد الآن الضاحية الجنوبية هدوءا حذر، سبق هذا الهدوء عدد من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات
غارات مسيرة منذ ساعات الصباح الأولى على الضاحية الجنوبية. آخر هذه الغارات استهدفت منطقة تحويطة الغدير أيضا عند الساعة 6 تقريبا. أيضا غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المريجة إضافة إلى منطقة حارة تحريك الجاموس بغارتين، وأربعة غارات استهدفت منطقة برج البراجنة حي السك أو عين السكة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بحسب المعلومات، فيما تعمل فرق الإنقاذ والدفاع المدني على رفع الأنقاض المبنى المهدم الذي جرى استهدافه بهذه الغارات الإسرائيلية. إذن عدد من الاعتداءات التي طالت الضاحية الجنوبية منذ ساعات الصباح الأولى، ومن هذه الاعتداءات ما طال واستهدف فرق الإنقاذ والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في منطقة المريجي في الضاحية الجنوبية، هذه المنطقة التي تعرضت عبد الرحمن خلال أو منذ يومين لاعتداء كبير ولحزام ناري أدى. مقاطعتك، ولكن لأنه هذه الصور تأتينا الآن مباشرة من بلدة الجي في جبل لبنان كما نتابع في هذه المشاهد، وسأنتقل للزميل خالد خليل متواجد هناك لينقل لنا أيضا الصورة من هناك، المشهد من هناك. هذه المرة الأولى التي يتم فيها قصف الجي بهذا الشكل، ويبدو أن هناك شهداء وجرحى في هذا المبنى الذي تم استهدافه. إذن خالد، لو تضعنا في صورة المشهد من عندك، ماذا في التفاصيل؟ نعم نعم، أهلا بك عبد الرحمن. نحن الآن متواجدون وتحديدا في حي النبي يونس في مدينة الجية إحدى بلدات قضاء الشوف. يعني كما ترى عدسة زميل غسان الحاج، مبنى سكني مؤلف عن عدة طبقات تم استهدافه بغارة. حتى الساعة هناك أربع شهداء، حتى الساعة المبنى يقطنه مدنيون، نعيد ونؤكد بأن المبنى يقطنه مدنيون. هرعت فرق الإنقاذ سيارات الإسعاف، تم استخدام آلية ثقيلة إلى المكان المستهدف. هناك ما زال عائلة نازحة تحت ركام هذا المنزل. حاليا تعمل هذه الآلية على البحث وانتشال الأطفال. هناك أطفال تحت الركام. عمليات البحث ما زالت جارية حتى الساعة. يعني مبنى سكني، نعيد ونكرر، مبنى سكني مؤلف عن طبقات تم استهدافه بغارة تقطنه عائلة، بالإضافة إلى عائلة وافدة إلى المنطقة. حتى الساعة هناك أربع شهداء حتى الساعة، وعدد من الإصابات، بالإضافة إلى عدد من المفقودين ما زالوا تحت الركام. الآلية الثقيلة تعمل على إزالة الركام والردم لانتشال المفقودين تحت الركام. إذن هكذا هو المشهد مشاهدينا في الجي التي تعرضت اليوم لغارة إسرائيلية على أحد المنازل، وبحسب المعلومات المتوافرة هناك شهداء وجرحى في هذا المنزل، حيث أشار الزميل خالد خليل قبل قليل أن هذا المبنى يقطنه المدنيون، وتم استهدافه بالرغم من أنه مبنى يقطنه المدنيون كحال كثير من المباني من ضاحية بيروت الجنوبية وصولا إلى البقاع، مرورا بالجنوب الذي يتعرض أيضا لعدوان مستمر عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية. سأعود سريعا للزميل علي الأحمر ليكمل الرسالة التي كان قد بدأها، ويضعنا في آخر تطورات المشهد من ضاحية بيروت الجنوبية. تفضل علي. نعم عبد الرحمن، كنت أتحدث سابقا عن عدة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية منذ ساعات الصباح الباكر، وبالتتالي أحد هذه الغارات من مسيرة إسرائيلية استهدفت فرق الإنقاذ ودفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في منطقة قريبة من المكان الذي جرى استهدافه، في منطقة المريجي، والذي تعرض لحزام ناري كبير خلال اليومين الماضيين أو منذ يومين تقريبا. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مرارا الأطقم والفرق الصحية، ولا سيما فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، يحاول فرض حصار كامل على الضاحية الجنوبية لبيروت، يمنع فرق الإسعاف والإنقاذ ولا سيما فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية من الدخول، ومعاينة الأماكن التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة مساعدة
أي ناجين أو محاولة يعني التعرض إلى هذا المكان، إن كان من ناحية إغاثة إن كان هناك أي من المتضررين أو من الجرحى، أو محاولة معاينة المكان وتبيان أثار هذا العدوان. هذا العدوان كما ذكرت سابقا أدى إلى تدمير مباني سكنية كاملة في الضاحية الجنوبية، نتحدث عن منطقة المريجة وتحويطة الغدير، وهي منطقة سكنية مدنية تضم عدد كبير من المدارس والمباني السكنية، إضافة إلى المحال التجارية والمحال والمشات الزراعية، إضافة إلى المستوصفات والصروح الطبية. إذن يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار طبيا وإعلاميا أيضا في بعض الأحيان على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث عمد خلال اليومين الماضيين إلى استهداف الفرق الصحفية التي تتواجد في تلك المنطقة. إذن وحتى هذه اللحظات يخيم الهدوء الحذر خلال الساعات الماضية تحديدا، نتحدث عن هدوء حذر يسيطر على الضاحية الجنوبية. سبق هذا الهدوء عبد الرحمن سلسلة من الغارات والاعتداءات التي طالت عددا من المباني السكنية في عدد من الضواحي أو عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية، منها منطقة الميلكية، تحويطة الغدير، المريجة، إضافة إلى حارة حريك. نعم عبد الرحمن. إذن هكذا هو المشهد مشاهدينا في ضاحية بيروت الجنوبية. سأعود للجي والزميل خالد خليل، يبدو أنه هناك معلومات جديدة يريد أن يفيدنا بها. إذن خالد، ماذا في آخر التطورات والتفاصيل من عندك؟ نعم عبد الرحمن، بحسب المعطيات الخاصة بالميادين، هناك أربع فتيات ما زلنا تحت الركام. الفتيات تحت سن 15 سنا، يعني هؤلاء من ضمن العائلة التي كانت متواجدة في هذا المنزل والتي استهدفته طائرة الاحتلال بغارة. نعيد ونكرر بأن هذا الاستهداف هو لمبنى سكني مؤلف عن عدة طبقات يقطنه مدنيون، بالإضافة إلى عائلة وافدة إلى تلك المنطقة. بحسب المعطيات حتى الآن هناك أربع فتيات ما زلنا تحت ركام هذا المنزل. فرق الإنقاذ كما نتابع بعدسة الزميل غسان تواصل أعمالها لرفع الأنقاض والبحث، ويعني بحسب المعطيات الأولية الفتيات هن تحت السن 15 عاما، يعني أطفال مدنيون، والعمل ما زال جاريا للبحث عن المفقودين في هذا المبنى السكني. تم استخدام آلية ثقيلة لإزالة الركام. إذن هكذا هو المشهد مشاهدينا من بلدة الجي في جبل لبنان التي تعرضت للمرة الأولى لهذا القصف بهذه الطريقة، حيث أدى هذا القصف إلى تدمير أحد المباني. وبحسب ما أفادنا الزميل خالد خليل أن هناك أربع فتيات الآن تحت الأنقاض، وتحاول فرق الإنقاذ إخراجهم من تحت الأنقاض. أشكر شبكة مراسلي الميادين حتى هذه اللحظة، مشاهدينا الزميلة فاطمة فتوني مراسلة الميادين من جنوب لبنان، الزميل علي الأحمر مراسل الميادين من محيط ضاحية بيروت الجنوبية، والزميل خالد خليل من بلدة الجي في جبل لبنان. بالتأكيد سنبقى دائما معكم عند ورود أو حصول أي تطورات وأي جديد في ظل هذا العدوان المستمر على لبنان، وفي نفس الوقت التصدي المستمر والبطولي من المقاومة الإسلامية في لبنان. وعلى وقع الحديث مشاهدينا عن تفاجؤ الجيش الإسرائيلي من قدرات حزب الله وثبات عناصره على الأرض الذين يقاتلون جنود الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر، حذر خبراء من أن حرب الاستنزاف لا تزال مستمرة وأن سكان في الشمال لن يعودوا إلى منازلهم قريبا. ثابتون في الأرض كثبات شجرها وصخرها، هكذا هم عناصر حزب الله باعتراف خبراء إسرائيليين تحدثوا عن شجاعة غير مسبوقة يظهرها مقاتلو حزب الله، وهم يخوضون في هذه الأيام مواجهات قاسية جدا في مقابل جنود الجيش الإسرائيلي. مقاتلو حزب الله في جنوب لبنان هم جهاديون تماما ولا يخططون للهرب، وهم أصحاب خبرة كبيرة اكتسبوها من الحرب في سوريا. لا أحد يشك بقدرات حزب الله، فهي لا تزال موجودة ولديه عشرات آلاف الصواريخ وكثير من المقاتلين جنوب لبنان، ولا تزال الصواريخ تمثل تهديدا فعليا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى القوات، فنحن نرى المناورة البرية لا تجري على نحو سهل أبدا.
وفيما يسعى جنود الجيش الإسرائيلي جاهدين إلى التقدم ولو أمتارا قليلة في القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة من دون القدرة على تحقيق ذلك بسبب ضربات مقاتلي حزب الله الذين يقاتلون من مسافة صفر. لا تزال حرب الاستنزاف مستمرة، فلا حزب الله ابتعد من الحدود ولا سكان الشمال عادوا إلى منازلهم. لا يزال لدى حزب الله عشرات آلاف الصواريخ ومنها ثقيلة، ولا أعتقد أنه حان الوقت للاحتفال بزوال حزب الله، فنحن نراه يقاتل في منطقة الحدود ونرى هناك كثيرا من المقاتلين ذوي الخبرة. في المعارك وجها لوجه مع حزب الله ليس لدى جنود الجيش الإسرائيلي أفضلية، يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون: إسرائيل في لحظات صعبة، ومن اعتقد أنه لن يكون هناك مزيد من إطلاق النار أو أن حزب الله قد هزم وقضي عليه فهو مخطئ. مشاهدينا، في هذه التغطية ينضم إلينا الآن من العاصمة العراقية بغداد دكتور حسين الشلوشي الأكاديمي والمحلل السياسي، معنا من بيت لحم، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام، معنا من العاصمة الإيرانية طهران سيابش فلاحبور مراسل الميادين. من بعد إذنك دكتور حسين سأبدأ مع الزميل ناصر اللحام، لأنه هناك تصريحات لبنيامين نتنياهو في هذه الأثناء، هناك تهديدات إسرائيلية بتوجيه ضربة لإيران منذ عدة أيام حتى اليوم، وهذه التهديدات في تصاعد مستمر، والحديث عن أكثر من هدف وتحديد أهداف وإمكانية حتى ضرب المفاعل النووي الإيراني. لنطلع بداية على المشهد من هناك، أبرز هذه التصريحات سيفيدنا بها الزميل ناصر لحام مدير مكتب الميادين في بيت لحم. ماذا في آخر هذه التصريحات ناصر؟ تحياتي عبد الرحمن. لا تزال التصريحات الإسرائيلية يقودها نتنياهو، يتحكم بها حزب الليكود ويقود اليمين المتطرف كله نحو المزيد من الحرب والمزيد من العنف، وأن إذا القوة لا تنفع فالمزيد من القوة بتغطية كاملة شاملة من الإدارة الأمريكية. هذا ما يفهم من الصحافة العبرية، لدرجة أنه لم نعد نعرف إذا كان نتنياهو الذي يتحكم بالقرار الأمريكي أم أن الدولة العميقة في أمريكا هي التي تحرك بإصبعها الصغير نتنياهو لتنفيذ مخططات أمريكا في الشرق الأوسط. كل حال أحوال نتنياهو قال هذا حق وواجب أن نرد على صواريخ إيران، وبالتالي ويرفع من سقف الاحتمال بأن إسرائيل تجهز لعدوان جديد على إيران. لم يوضح بعد إلا من خلال الصحافة الأمريكية وما تنشره، ويبدو أن إسرائيل تتحكم بما تنشره الصحافة الأمريكية، لأنه لا اعتراض ولا تناقض أبدا في تسريبات الصحافة الأمريكية طوال الأيام الماضية عن الموقف الإسرائيلي والعكس. على كل حال من الأحوال، تصريحات نتنياهو أنه عن 7 أكتوبر لم يرتفع التهديد بعد عن رقبة إسرائيل، وبالتالي مواصلة الحرب في غزة يعمق الحرب في غزة، تورط في الحرب في غزة، وكذلك تورط في الحرب على لبنان وتورط في الحرب على الجبهات الأخرى. الآن إيران تتخذ شكلا آخر وسلاحا آخر ومعنى آخر، لا يزال الجيش الإسرائيلي في ساحات القتال برا والمشاة وغيرها لا يحقق أي نجاحات، ويعوض هذا الفراغ الكبير قصف محموم مبالغ فيه من جانب سلاح الطائرات والطائرات والقذائف الأمريكية. الآن كيف يمكن أن يتعامل إيران؟ لغاية الآن إسرائيل منذ بداية الحرب لم تسقط ولا طائرة لها، لكن الصور الجوية التي أظهرت بأن هناك طائرات تعرضت لي أو خرجت عن الخدمة بفعل المواجهة والرد الإيراني الأخير يطرح أسئلة كبيرة: ما هي الأسلحة التي تستخدم؟ هل يحرق نتنياهو الجسور كلها؟ وهل تكون هذه إرادة الإدارة الأمريكية؟ رغبة الإسرائيليين غير موجودة كما قلنا، نتنياهو يتحكم بها، التغطية متقطعة جزئية عما يحدث في لبنان، وخصوصا القتال الشديد والخسائر في الأرواح التي لم تتوقعها إسرائيل قبل 4 أيام في غزة. كذلك الجميع حذر من 7 أكتوبر وهو يوم عاطفي، والقرارات فيه عاطفية أكثر منها عملياتية عسكرية سياسية. نتنياهو لا يملك أي برنامج سياسي ولا أي ساحة من الساحات
لذلك يفعل الخيار العسكري على جميع الساحات. لم يعد الإسرائيليون يكتبون ماذا يمكن أن تكون شكل الهجمات الإسرائيلية في العدوان على إيران، لكن فورا كيف سترد على إيران، كيف سترد، وهل أهداف عسكرية وغيرها، وهل هنالك إمكانيات للحديث عن خسائر كبيرة لإسرائيل. جميع يتابع ويرقب، وأقول بأن الساحات كلها تشتعل بفضل نتنياهو الذي يصب الزيت على النار. الإدارة الأمريكية ترفع له الكارت الأخضر على كل الساحات، وبالتالي إذا فشل نتنياهو أمريكا ستقول إن هذا فشل نتنياهو، وإذا كسب نتنياهو كلا المرشحين في الإدارة الأمريكية سيعتبر أن هذا نجاح له، فالطائرات الأمريكية والصواريخ والقذائف الأمريكية. وأيضا هنا ناصر في هذه الجزئية، حتى مايكل كوريلا وصل أيضا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو قيل بأنه سيصل، سنعرف منك ذلك بعد قليل، نتحدث أيضا عن هذا التفصيل. قبل أن أذهب للزميل سيافش فلاحبور لنرى أيضا في إيران كيف يتم الاستعداد لهذه التهديدات الإسرائيلية، نسأل دكتور حسين شلوشي. دكتور حسين أهلا بك معنا في هذه التغطية من الميادين، مع الإشارة إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت أنها قبل ساعة تقريبا من الآن استهدفت موقع جل الدير بصلية صاروخية، وبذلك تستمر باستهداف هذه المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان. دكتور حسين، في بغداد في العراق، وهو اليوم أحد جبهات الإسناد الأساسية خاصة بعد العملية النوعية التي حصلت مؤخرا وأدت إلى إصابة أكثر من 20 جندي إسرائيلي وإلى مقتل جنديين، كيف تتابعون الآن في العراق هذه التطورات المتسارعة، التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى إيران، وتأكيد الجانب الإيراني بأنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيرد مباشرة على أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي الإيرانية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام وإلى مشاهدين ميادين الأعزاء. في العراق الآن لا سيما بعد شهادة سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه، متضامن كل طوائفه وكل شرائحه في جانبها السياسي والاجتماعي، فضلا عن استعدادات المجاهدين وجبهات المجاهدين التي لم تنتهي بعد الاستثمارات أو الاستخدامات إلى نقاط القوة المتوافرة في هذا المحور، في المحور العراقي. لحتى هذه اللحظة ظهر منها الاستهداف بالصواريخ والاستهداف بالمسيرات والاستهداف أيضا بمسيرات الاستطلاع. المجتمع العراقي الآن كله أنظاره متوجهة إلى كربلاء غزة وكربلاء الضاحية حقيقة، كما هي مشاهد الأربعينية الحسينية هنا، وكما تعلم ويشاهدها العالم، العراق هكذا ينظر الآن إلى هذه المعركة الدائرة هناك في الضاحية الجنوبية وفي غزة. الاستعدادات مختلفة، الموقف السياسي واضح، ولا نتحدث في هذا الجانب على اعتبار أنه ماض ومعلوم في الدعم الحكومي إلى كل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيقاف جرائم القتل التي يقوم بها الكيان الصهيوني. ولكن أنا حقيقة أود أن أشير وأفتخر أيضا بالموقف الاجتماعي العراقي الذي يحتشد يوميا ويطالب يوميا بتقديم شيء لنصرة أهالينا في بيروت في لبنان وفي فلسطين. أما بالنسبة إلى المجاهدين، أنا قلت أن مسارين أو اتجاهين ذهبا إلى الاستثمار في هذه المعركة والاستثمارات الأخرى. نحن نمتلك لربما لا يدرك الكيان، ربما ليس عسيرا وليس مستحيلا أن تكون الجبهة العراقية في تماس مع الأراضي المحتلة من زوايا لا يتوقعها العدو، لربما يقترب إلى ذهنه منطقة الجولان أو ما شابه هذه المناطق، ولكن هنالك جبهات أخرى لربما لا تأتي إلى ذهن الكيان الإسرائيلي. نعم، أنا يعني الآن هذه المعركة الجميع يدرك، الإسرائيلي يدرك، والمساند إلى الإسرائيلي يدرك، المطبع يدرك، الأمريكي يدرك أنها لا تحسم إلا بالبر
والبر ما زال واقفا وثابتا. حضرتك كمراقب موجود في العاصمة العراقية بغداد، وفي ظل هذا الموقف الآن برأيك إسرائيل بتهديداتها وآخر هذه التهديدات قبل قليل لبنيامين نتنياهو الذي قال بأننا سنرد على الهجوم الإيراني واعتبره أنه أكبر هجوم في تاريخ إسرائيل، هو قال هذا أكبر هجوم تتعرض له إسرائيل في تاريخها، في ظل هذه الوضعية العراق كيف ينظر إلى هذه التصريحات الإسرائيلية؟ إلى أي مدى هو معني إذا ما حصل أي عدوان على إيران؟ وهل اتخذت الحكومة العراقية والقوات المسلحة أي إجراءات بخصوص الأجواء العراقية؟ لحد هذه اللحظة حقيقة في الجانب الإجرائي هنالك تدخل أمريكي كما لا يخفى في داخل العراق، والآن في أدنى من سوبة وضغط على الحكومة العراقية. نعم لديها تدابير الحكومة العراقية على مستوى الأرض في تحريك قواتها وأيضا في حماية قواتها الأمنية، وأيضا هي ليست في مكان الخجل أن تقول أنها ربما تستهدف من الكيان أو تستهدف من الولايات المتحدة هذه القوات الأمنية العراقية. بالنسبة إلى الرد الكيان على الجمهورية الإسلامية وهذه التصريحات المتصاعدة، نحن أمام مشهدين متناقضين، مشهد متناقض في الكيان الإسرائيلي، والمشهد الآخر هو دائرة الحرج التي الآن تطغى على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة معا. هذا مشهد عدم الاستقرار والفوضى في هذه المنطقة هو مشهد غير مريح ولا يخدم قضايا الولايات المتحدة الاستراتيجية. ومن جانب آخر الولايات المتحدة تراها الآن كأنها ذيلة للكيان الإسرائيلي، وهي تتبع خطوات الكيان الإسرائيلي عندما يذهب، هي ترفض هو يذهب إلى خطوة، هي ترفض قبل أن يذهب ولكن بعد أن يذهب تنساق معه وكأنه هو الذي يدير المشهد. ربما يعلل البعض بالتحليل أو في المعلومة السياسية بأن الانتخابات ضاغطة، ولكن نتحدث عن قدر دولة عظمى هي المهيمنة على العالم الآن، والجميع أيضا يدرك أن قرار الحرب بالكيان الإسرائيلي وقرار الحرب في هذه المنطقة كله بيد الولايات المتحدة الأمريكية. هي تستطيع أن توقف هذه الحرب في أي لحظة تريد، والتشدق بتمنع الكيان الإسرائيلي أو تمنع نتنياهو هذا ليس واقعيا وليس مقبولا، لا سيما مع مجيء أو وصول مايكل كوريلا لعقاد القيادة المركزية للجيوش الأمريكية. الآن يفترض أنه كل الأمور واضحة في التحليل، في دائرة التحليل السياسي الحرج الآن من الرد الإسرائيلي. الرد الإسرائيلي ما هو الشكل؟ الكيان يختلف الآن في خيار الشكل، كما وصف هو أنها ضربة تاريخية، لم تتلقى إسرائيل هكذا ضربة في طول تاريخها. هذا يعني أن الرد يفترض أن يكون مكافئ ابتداء، يعني أو إذا رسمنا سيناريوهات الرد الإسرائيلي، أما أن يكون شاملا ومكافئا إلى هذه الضربة أو أن يكون شكليا ورفع الحرج أو أن يكون عبر الوسائل الأمنية. كل هذه الخيارات هي دائرة حرج بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لأن الموقف الآخر في كل محور المقاومة، وهذه تصريحات مباشرة من محور المقاومة سواء في اليمن وفي العراق وأيضا في لبنان وفي فلسطين، سيكون هذا الرد مختلف. والإيراني أيضا صرح بقوة أن هذا الرد، وأكثر من ذلك في صلاة الجمعة أمس إمامة السيد الإمام الخامنئي كانت لطمة أخرى لربما أكثر من الرد الإيراني أو القصف الإيراني على الكيان الإسرائيلي، لا سيما في تصميمها للمجاهدين أو في مضامينها ومفرداتها أو في رسائلها العامة العقدية والثقافية والإعلامية. نعم. وأنا بعد قليل دكتور حسين شلوشي سأسألك أيضا عن حضور قادة فصائل المقاومة الإسلامية في إيران في هذا التأبين في صلاة الجمعة، لماذا حضروا؟ هل هذا يؤشر له دلالات؟ أي دلالات له؟ ولكن بعد قليل بعد أن نطلع أيضا من الزميل سياوش فلاحبور مراسل ميادين من طهران مع الإشارة إلى التظاهرات التي عادت مجددا لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية الذين
يطالبون بصفقة فورية لتبادل الأسرى. هذه التظاهرات بعد أن غابت عادت مجددا، ونرى هذه المشاهد بالصور، هذه مشاهد حصلت قبل قليل. زميل سيافش فلاحور سيطلعنا على التحضيرات في طهران، استعدادات في ظل تهديد إسرائيلي واضح. واضح أيضا سيافش من خلال التصريحات الأمريكية وكأن هناك ضوء أخضر أمريكي، لا بل هناك مزايدات. يعني دونالد ترامب ذهب إلى حد القول لإسرائيل ومطالبة إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية. طهران كيف تتحضر لهذه السيناريوهات التي تتحدث عنها إسرائيل؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. كما ذكرت، يعني على ما يبدو هناك محاولات أمريكية لربما دوزنة الرد الإسرائيلي على الضربة الصاروخية الإيرانية غير المصبوغة التي تلقتها إسرائيل، وتعتبر أكبر ضربة عسكرية تلقتها إسرائيل في إطار عملية واحدة. طبعا الاستعدادات العسكرية في إيران جارية، ونبرة التهديدات العسكرية الإيرانية سواء على لسان المسؤولين السياسيين أو القادة العسكريين باتت عالية جدا خلال الأيام الماضية، بمعنى أن أي خطوة إسرائيلية للرد على هذه الضربة العسكرية الكبيرة ستقوم إيران برد أكبر عليها، والعملية الإيرانية القادمة ستكون أوسع نطاقا وأكثر شدة هذه المرة في حال ردت إسرائيل وفي حال استهدفت إسرائيل أي نقطة من الأراضي الإيرانية، مهما كانت الضربة صغيرة أو مهما كانت المحاولات الأمريكية يعني ضبط الأجواء ولدوزنة النظام الإسرائيلي. بالتزامن مع ذلك هناك محاولات دبلوماسية كبيرة لقطة إيران يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، هو يزور أكثر المناطق سخونة الآن في منطقتنا في منطقة غرب آسيا، في نفس المناطق التي تقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هبطت يوم أمس طائرة وزير الخارجية الإيراني في مطار بيروت، بينما كانت هناك مناطق قريبة من المطار تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأطلق تصريحات مهمة في العاصمة اللبنانية، ثم توجه نحو العاصمة السورية دمشق. على ما يبدو هناك مباحثات مهمة حول عدة أمور، أولها وأبرزها كيفية إيصال المساعدات إلى الشعب اللبناني سواء الوافدين إلى الأراضي السورية أو الشعب اللبناني المواطنين الذين يعيشون في الخط الأمامي أمام هذه المجازر والجرائم الإسرائيلية. جرى الحديث على ما يبدو حول أهمية الحفاظ على الممرات الإنسانية والاستراتيجية بين لبنان وسوريا والتي تقصف من قبل طيران الحرب الإسرائيلي، كيفية الحفاظ وأهمية الحفاظ على أمن هذه الممرات لإيصال المساعدات والإيقاف بشكل عاجل للشعب اللبناني. في الدرجة الثانية على ما يبدو أيضا هناك نقاشات مهمة جدا بين العاصمتين الإيرانية والسورية باعتبارهما دولتين رئيسيتين ضمن محور المقاومة حول كيفية التصدي لتوسيع المشروع الإسرائيلي الإجرامي في هذه المرحلة الحساسة في منطقتنا، وكيفية مواجهة الخطوات القادمة الإسرائيلية الأمريكية بالتنسيق مع كافة العواصم ضمن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان، العراق، سوريا، إيران، وطبعا الفصائل الفلسطينية في غزة. فجاء الحديث هناك أيضا عن جهود تبذل للوصول إلى وقف إطلاق النار. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن إيران ستدعم أي مبادرة تقبلها المقاومة في المنطقة وتتناسب مع شروط المقاومة وتتناسب مع الخطوط العريضة التي وضعها سماحة السيد حسن نصر الله قبل استشهاده، وكذلك الخطوط العريضة التي وضعت من قبل المقاومة بأكملها في المنطقة. وأكد مرة أخرى أن إيران لن تترك لبنان أمام هذه الوحشية الإسرائيلية، كما أنها لم تترك سوريا خلال السنوات والعقد الماضي أمام العدوان الكوني المتمثل من خلال الجماعات الإرهابية على دمشق وعلى سوريا. هذه الزيارة تحمل العديد من الرسائل، ربما أبرزها رسالة تحدي للولايات المتحدة وإسرائيل. وزير خارجية إيران الآن متواجد في أكثر المناطق في المنطقة، منطقة غرب آسيا، معرضة للهجمات الإسرائيلية، وكذلك أيضا حملت رسائل مهمة حول شروط إيران لوقف إطلاق النار، وأكدت مرة أخرى أن إيران مشاركة في هذه المواجهة، ليس فقط دور إيران يقتصر على الدعم، لا، إيران جهة مشاركة في هذه المواجهة وستبقى إلى جانب المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. نعم،
ناصر، قبل أن أسألك عن موضوع التظاهرات وما يحصل مجددا ونزول هؤلاء المتظاهرين إلى الشارع للمطالبة بصفقة فورية لتبادل الأسرى، أريد أن أسألك ما الذي يحصل في شمال قطاع غزة؟ لماذا عاد الجيش الإسرائيلي ليقصف شمال قطاع غزة بهذا الشكل؟ يعني زميلنا محمود العوضية كتب في حسابه على فيسبوك: كأن الحرب بدأت عندنا من جديد، نتعرض للقصف العنيف في هذه الأثناء، اللهم بردا وسلاما علينا وعلى أهلنا في الشمال. الزميل أكرم دلول كتب: شمال غزة يباد من جديد، اللهم بردا وسلاما. هذا الآن في هذه الأثناء. شمال قطاع غزة كما تعلم من المفروض أن الجيش الإسرائيلي تحدث بأنه سيطر عليه وقضى على كل فصائل المقاومة فيه منذ الأيام الأولى من الحرب. لماذا إذن كل هذا القصف من جديد بهذا الشكل؟ صحيح عبد الرحمن، كنت أتحدث مع محمود قبل قليل. ما يحدث في شمال قطاع غزة أن إسرائيل تخشى بعد عام من الحرب وكل ما بذلته أن حماس إعادة السيطرة وإعادة تشكيل نفسها. وإذا نلاحظ أكثر من مرة، نحن نتحدث عن الخدمات المدنية والإدارية التي تقدم للجمهور. أي جهة من بينها الشرطة الزرقاء ومن بينها اللجان والخدمات وتوزيع الطعام، أي تشكيلة منظمة للعمل لخدمة الناس، يجن جنون إسرائيل. نتنياهو على ما يبدو، وهذا القصف المحموم المهووس الإجرامي الدموي على شمال قطاع غزة الذي لفت انتباهنا جميعا لدرجة أنه التساؤل ما الذي يحدث في شمال قطاع غزة. لا يوجد لدينا الآن سوى إجابة واحدة، أنه الاحتلال جنونه، أنه لا يزال لا يسيطر أبدا بعد عام بالضبط، ونحن ندخل في شهر 13 لا يستطيع السيطرة على شمال قطاع غزة، وكأنه الحرب بدأت أمس. وتوصيف الزملاء الصحفيين في القناة دقيق وواضح، وهذا اعتداء على كل شيء في شمال قطاع غزة بقوة مفرطة مبالغ فيها من أجل لملمة ما تبقى من أهداف نتنياهو هناك، حيث سيبحث جميع المراقبين وبالذات الإسرائيليين، لأنه العالم كله ممنوع عن غزة والصحافة ممنوع عن تدخل غزة، ولا أحد يعرف لولا من تبقى من الصحفيين الذين ينشرون الصور والحقائق. في المقابل يبدو نتنياهو في حالة انهيار عاطفي. في كلمته قبل قليل هاجم ماكرون بكلام قاسي وقال: عار علي، نحن سننتصر بكم أو من دونكم، قال لماكرون وفرنسا. وهذا كلام جديد بعد أن قبل عام احتضنه ودعمه، وفرنسا قدمت كل أنواع السلاح والدعم المخابراتي والذخيرة والمال والمواقف السياسية لإسرائيل. بعد سنة حصلوا على هذه الشتيمة من نتنياهو. وطبعا نعرف الموقف البريطاني بعد الانتخابات، نتنياهو في حالة عاطفية غير مستقرة، نرى يخرج بشكل مغتضب. الإسرائيليون عادوا يتظاهرون، وهذا أهم عوامل ارتباك العاطفي، وفهموا أنه هكذا يضيع الأسرى الإسرائيليون في غزة، أكثر من 100 أسير. وحتى لولا الصفقة التي أشرف عليها الأمريكان في أول دفعة لكان مثل هذا العدد قد ذهب بالقصف الإسرائيلي. الإسرائيليون انتبهوا أن نتنياهو يأخذ إسرائيل إلى حروب لا نهاية لها ولا أهداف لها، ويتورط في كل الساحات: اليمن، العراق، إيران، سوريا، لبنان، الضفة، غزة. والآن لا أحد يتحدث، أو هو يراهن أنه لا أحد يتحدث عن الأسرى، وهذا ما يضغطه. هو العامل الداخلي هو الوحيد الذي يضغطه، بعد أن قال إسرائيل كاتسن غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها، يعني يمنع مين عامل الأمم المتحدة. وبالمناسبة رد عليه الدكتور مصطفى البرغوثي وقال: طالما أن إسرائيل تقول غوتيريش ممنوع أن يدخل، ليطرد السفير الإسرائيلي من الأمم المتحدة. أرى بأنه نتنياهو بارتباك عاطفي شديد يتابع تفاصيل وهو لا يحصل على قيد. دكتور حسين شلوشي، لابد أن نسأل عن حضور قادة فصائل المقاومة أيضا العراقية في تأبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في صلاة الجمعة في طهران، كانوا حاضرين. أي رسالة أرادوا أن يوصلوها من خلال هذا الحضور؟ وكان إلى جانب أيضا هذا الحضور لقادة الفصائل حضور شعبي عراقي واسع أيضا في إيران. تمام،
يدرك الآن العراق، يدرك العراق الرسمي، العراق الشعبي، أن الشعب الإيراني، الشعب العراقي اختلطت الدماء والأرواح والجراح سوية وكلنا في قارب واحد. هذا مدرك بالنسبة إلى العراقيين على هذه المستويات الرسمية والشعبية والجهادية، وكل في توجهه وفي قدرته وفي إمكانه. لا يمكن أن يكون العدوان على الجمهورية الإسلامية هو انفراد في الجمهورية وجعلها فريسة أمام هؤلاء الصهاينة أو الأمريكان أو غيرهم، طالما أن هذه الجغرافيا، هذا التاريخ، هذا الامتداد، وأيضا هذه المشاركة. الجمهورية وقفت إلى جانب العراقيين في أصعب وأحلك الظروف، وقدمت دماء طاهرة على هذه الأرض العراقية، وبذلك هي هذا دين. والعراقيين أعتقد أنهم لا يقبلون أن يكونوا غير أوفياء إلى هذه الدماء الطاهرة التي أريقت في هذه الأرض. الموقف واضح، الموقف العراقي في جانب الجهادي وبين، وأيضا هو رهن إشارات إلى الدفاع عن الجمهورية الإسلامية، ولا ريب ولا شك في هذا الموضوع. الاستعداد والقوة والقدرة أيضا واضح. مراحل الرد ومراحل العمل باتجاه إسناد جبهة لبنان، جبهة غزة، واضح أيضا وبين بالنسبة إلى أهل الاختصاص، إلى الجهات الجهادية في داخل العراق. هذه كلها بالنسبة للعراقيين مدركة، وتعرف هذا التداخل أو هذا حجم التضليل الذي يضخ من الولايات المتحدة، من أعوان الولايات المتحدة، من المتطبعين مع الكيان الإسرائيلي، من الكيان الإسرائيلي نفسه. ولكن الصورة واضحة بالنسبة إلى القرار العراقي، أقول الرسمي والشعبي والجهادي على أقل تقدير في هذا المستوى. المشهد واضح، والأهداف إلى الكيان الصهيوني أيضا واضحة في هذه المنطقة، وأين ذاهبون باتجاه دولة العراق وشعب العراق وأهل العراق، وماذا يريدون من هذا الشعب. فالموقف العراقي واضح، هو هذا الانسجام وهذا الاندكاك في هذه الجبهة، في جبهة الحق ضد جبهة الباطل. نعم أستاذ عبد الرحمن. ولكن دكتور حسين، كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي إلى جانب إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، كما تلاحظ تقف إلى جانبها وتتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحتى الحق في الرد على إيران بعد هذا الهجوم الإيراني، مع أن إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية في طهران، وهذا الرد على هذا الاغتيال. فصائل المقاومة العراقية الآن في حال أيضا قررت أن تكمل بإسنادها، وقررت أيضا أن لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العدوان إذا ما حصل على إيران بهذا الشكل، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدام مع الجانب الأمريكي المتواجد عسكريا في العراق؟ هل هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على العراق لكي لا يكون جزء من هكذا معركة؟ الولايات المتحدة تستطيع الضغط على الجانب الرسمي العراقي، نعم، لأنها تمتلك أوراق ضغط على الحكومة العراقية في تعطيل دولة العراق، على هذا واضح وبين. ولكن نتحدث بالجانب الآخر، الجانب الجهادي. هذا الجانب الجهادي لا يخضع إلى ضغوط الولايات المتحدة، وليس له خطوط أيضا حتى يرسم صفقات مع هذه الدولة المنتهكة. هذه الدولة قاتلها العراقيون لعشرين عاما، ويدركون جيدا كيف يقاتلون الأمريكان، وكيف يستهدفون الأمريكان، وكيف أذلوا الأمريكي في داخل العراق على مدى السنوات الماضية، وكم هو حجم الخسائر التي تلقاها الأمريكي في داخل العراق. وبالتأكيد هو هدف أول قبل الإسرائيلي في داخل العراق بالنسبة إلى هذه الفصائل. هذا يعني واضح، وخريطة المواجهة أيضا واضحة، ونهايات المشهد بالنسبة إلى المواجهة أيضا واضحة ومدركة، لا تحتاج إلى تفسير كثير وإلى تعليل كثير. أنا أكرر كلام آخر، قلت أن الولايات المتحدة لو تريد أن توقف هذه الحرب توقفها غدا، ولكن لم تتخذ هذا القرار لأنها لديها استراتيجية أخرى في كسر كل الأذرع كما تعتقد هي التي تسند الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها وفي مقدمتها حزب الله في لبنان. وهذا الذي يصرح به كوشنر وحتى نتنياهو وحتى كيهاري الآن وكل المسؤولين الأمنيين
في الكيان الإسرائيلي يذهبون إلى هذا التحليل وكأن نهاية هذه الفصائل انتهت. هذه الفصائل جاءت من الصفر، جاءت من تراب، والأمريكي موجود في الأرض ونشأت هذه المقاومة، والإسرائيلي موجود في لبنان ويحتل لبنان ونشأت هذه المقاومة. هذا في القراءة التاريخية بالنسبة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ولكنها لا تلتفت إلى هذه القراءة. هذه الذي تشكلت من صفر اليوم رقم كبير في هذه المعادلة الإقليمية، ويجب أن تأخذ استحقاقها في هذه المعادلة. شاءت الولايات المتحدة أم أبت؟ هذا الواضح الجهد وهذه التضحيات وهذه الدماء التي أريقت لمواجهة الولايات المتحدة يمكن أن تذهب سدى. وتشكل صداع اليوم للاحتلال الإسرائيلي هذه المقاومة في العراق دكتور حسين، يعني أكثر من 20 جريح إسرائيلي، ونتحدث عن قتيلين أيضا. الإعلام الإسرائيلي انشغل اليوم بالحديث عن فصائل المقاومة العراقية. انطلاقا من هنا نسأل عن هذه الإمكانات، إلى أي مدى أيضا هذه الفصائل قادرة أن تستمر بجبهة الإسناد وربما توسع أكثر؟ هل لديها هذه القدرات لتوسيع أكثر في ردودها وإسنادها على هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ باختصار دكتور حسين تفضل. أي نعم، تمتلك قدرات، تمتلك إمكان صاروخي الجيد في محور المقاومة في ساحات المقاومة. أيضا هنالك وحدة تسليح، قدرة تسليح، يعني ما ترى من إمكان الآن في حزب الله هو يصل إلى المقاومة العراقية، هو موجود في الجمهورية لا سيما في هذا التماس والسهولة الجغرافية، هو موجود، ولربما دول أخرى من خارج هذه المنظومة تمد هذه المقاومة بالتسليح، فضلا عن التصنيع الذاتي لكثير من الأسلحة التي تواجه بها الولايات المتحدة في داخل العراق في الفترة الماضية، والآن تواجه بها الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. نعم لديها هذه القدرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين شلوشي الأكاديمي والمحلل السياسي على وجودك معنا من العاصمة العراقية بغداد. الشكر الجزيل لمدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام كان معنا من بيت لحم، والشكر الجزيل للزميل سيافش فلاحبور مراسل الميادين من العاصمة الإيرانية طهران. الشكر الدائم والأكبر لكم مشاهدين على المتابعة، هذه التغطية المفتوحة والمستمرة من الميادين، ولكن تستكمل عند رأس الساعة مع المسائية والزميلة رامية الإبراهيم. إلى اللقاء.